أصدقائي السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، الأمور ديالكم طيبة وفي أفضل الأحوال. كيف ما كتشوفوا أصدقائي في الحصة ديال اليوم إن شاء الله غنشوفوا gerunds and infinitives بالنسبة للأصدقاء ديال S2. في هذه الحصة ديال اليوم إن شاء الله غنشوفوا part 2، غنشوفوا infinitives يعني 2 plus verb. الحصة الماضية في part 1 كنا شفنا gerunds، لهذا الأصدقاء اللي ما شافوش هذيك الحصة غنخلي لهم اللينك في الديسكريبشن يعني تحت الفيديو في الوصف، أو لا يدخلوا البلاي ليست تما غادي يلقاو إن شاء الله الدرس. إذن أصدقائي دابا غادي نشوفوا what is an infinitive، شنو تنقصدوا الانفينيتيف في اللغة الإنجليزية بشكل بسيط جدا. غتلقاو بزاف ديال الديفينيشنز ولكن ردوا معايا البال هادشي لأنه هو المهم. An infinitive is a verbal consisting of the word to plus a verb in its simplest form and functioning as a noun, adjective or adverb. بمعنى يعني بسيط نقدروا نقولوا ان الانفينيتيف اللي هو صيغه المصدر، حتى هو نقدروا نقولوا عليه المصدر، هو واحد الصيغه اللي كتكون من كلمه اللي هي تو كيف ما كنعرفوا زائد الفعل، يعني مثلا تو دو، تو سبيك، تو هاف. لهذا كنقولوا ان ات سيمبلست فورم، بمعنى في الشكل البسيط ديالها اللي هو ولا يعني الجذع كنقدروا نقولوا مثلا، ولا الروت الاصل يعني باقي الفعل ما مصرفش، لهذا كنقولوا ستيم، هذه هي المعنى ديالها الروت. And functioning يعني والوظيفة ديالها ممكن تكون as a noun كاسم، adjective صفة، أو ظرف adverb. لهذا خوتي بغيت نقول لكم واحد المعلومة مهمة في اللغة الإنجليزية، كيف ما كنعرفوا كاملين عندنا برافو عليك nature والfunction، ودائما انت باش تكون يعني قادر تتعامل معهم بشكل مبسط وما تدوخش رد البال ماشي nature، رد البال function excellent. علاش اخويا؟ لانه possible لقى one word has multi ولا مثلا many functions. وخير دليل بشكل بسيط باش تفهموني مثلا عندنا telephone، اذا nature ديالو الاصل راه phone ولا telephone، ولكن بالنسبه للفانكشن عنده بزاف ديال الفانكشنز الوظائف، ممكن تصيفط به مثلا تصور، تهضر به، تسجل به، تفرج فيه، تلعب فيه، هاد هما الفانكشنز. اذا انت باش تكون متميز رد البال دائما لمن، برافو عليك للفانكشن. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد السلايد. ثلاثه ديال الحويجات، انفينيتيف واحد الكلمه كتكون يعني ولا واحد فور اكزامبل فيربال كونسيستين اوف تو زائد الفعل، وبطبيعة الحال عندها واحد الوظائف وحنا خصنا نردوا البال للوظيفة اللي هي noun, adjective or adverb. دابا أصدقائي ندوزو نشوفوا الحالة الأولى، الدور ديالو ك subject. إلا خدينا هاد الإكزامبل وقلنا to lend money is a risky business، وقلت لك هنا فينا هو الانفينيتيف كاملين، غادي تقولوا لي to lend، غنقول لك why، تقول لي because، عندنا to plus excellent الverb lend. To lend يعني كتقرض يعني تقرض المال. إذن هنا إقراض المال ولا تقرض المال واحد العمل محفوف بالمخاطر. طبيعة الحال دائما الانفينيتيف بحال gerund في الحالة الأولى السبجكت خصو يكون before، برافو عليك الverb. ونقول لكم واحد المعلومة مهمة في اللغة الإنجليزية، راه gerund هو اللي كيكون normal يعني كنقولوا sounds normal، كيكون في الجملة بواحد الشكل اللي هو نقدروا نقولوا جيد، مزيان الاستخدام ديالو، كيبان صحيح، ما كيبانش شي حاجة اللي فيه غريبة للمستمع. علاش؟ إلا عطيتك واحد ليكزامبل وقلت لك فور إكزامبل learning is very important، وقلت لك to learn is very important، شنو هو الفرق ما بين learning is very important و to learn is very important؟ إذا المستمع اللي كيسمع learning is very important، learning is very important، هنا كيفهم أن التعلم مهم. ولكن ملي تنقول لك to learn is very important، تتعلم ماذا؟ نتمنى تفهموني. يعني أنت باش تفهم مزيان خصك تعرف أنه gerund هو اللي كيكون يعني في السبجكت ديالو كيبان قوي وصحيح، ولكن هذا ما كيعنيش أن الانفينيتيف هنا ماشي صحيح، غير هو الانفينيتيف كيبان بحال فيه الأمر وكيبان غريب، راه الجملة اللي شتنا ولا الإكزامبلز اللي كتشوفوا قدامكم خير دليل. كنقول لك learning is very important يعني التعلم شيء مهم، بين التعلم بصفة عامة، ولكن فاش كنقول لك to learn يعني to learn what؟ برافو عليك خويا اختي، بغيت نقول لك ان gerund excellent كيكون شي حاجه اللي هي عامه، ولكن to learn something specific، اذا شنو غتعلم؟ نتمنى تكونوا فهمتوا، هذه فقط معلومه تفيدكم ان gerund في subject تيكون عفوا واضح ومفهوم للمستمع، ولكن الانفينيتيف في واحد النوع الغموض ولا شكل من اشكال الامر. دابا اصدقائي عندنا الحاله الثانيه اللي هي after certain verbs، يعني من بعد بعض الافعال اللي كتكون شائعه. إلا خدينا هاد ليكزامبل وهادشي هاد الحالة شفناها في الباكالوريا بطبيعة الحال، I can't afford to buy that house، يعني afford أتحمل نفقات ذلك المنزل. إلا قلت لك هنا where is the infinitive غتقول لي to buy،
علاش درنا هنا تو باي؟ لان الفيرب اللي قبل منه افورد. كي اللي يقول لي لا خويا انا جاتني في دماغي ندير اي كانت افورد باين، هذيك مشكلتك، هنا راه القاعده اللي كتحكم. هذا كاين فرق ما بين سبوكن اكسلنت وشي حاجه اللي عندها علاقه بالجرامر، هنا خسر البال. اذا هنا كيأثرنا الفعل اللي هو قبل من هذيك تو باي افورد. لهذا ملي غنلقى هاد الافعال باش ما نطولش عليكم كاملين غدير تو زائد الفيرب. agree مثلا I agree to do the work for example, appear, ask, afford, arrange, attempt, beg, claim, choose for example, consent, okay, decide, demand, deserve, expect, fail, happen, hope, hesitate, learn, manage, neglect, offer, plan, prepare, pretend, promise, refuse, seem, threaten, tend, want, wish. وهذه الكلمات اللي كيكونوا هاد expressions would like, would love, would hate, would prefer, etc. نلقى هادو باش ما نطولش كيف ما تنقول غندير الانفينيتيف حسب الكونتكست اللي عندك. الحالة الموالية أصدقائي after verb plus someone. هنا ركزوا معي مزيان شنو كنقصدوا ب after verb plus someone. لخدينا هاد example I promised him to be there at 6. إذن هنا عندنا promise كيف ما شفنا قبل، يعني promise غيجي مر منها بطبيعة الحال برافو عليك الانفينيتيف. ولكن هنا هاد الحالة عندنا promise someone to do something. إذن هذيك him okay راه someone هو ولا I promised her. إذن أنا مني غلقى بطبيعة الحال verb زائد someone غادي ندير الانفينيتيف. إذا خدينا هاد اللائحة غنقولو ask تايرة بحال كنا شفنا المهم بالحالة ديال after certain verbs big cause command expect forbid force get help invite instruct order persuade press promise remind request teach tell want wish. من بعد هادو كيكون عندي someone غادي دير الانفينيتيف. مثلا غتقول هنا I promise the teacher for example to have a good mark in the next quiz. بحال هكا I invite my friend to come for example to my party. بحال هكا دوما الاكزامبلز بهذه الطريقه غتخدمهم. اذا انت ملي غيكون عندك واحد الفعل من هاد الافعال زائد داك الشخص اللي كدوي عليه ولا معاه غادي دير مور منه بطبيعه الحال الانفينيتيف ما غنديروش جيران. اذا ما يمكنش نقول انا مثلا I invite احمد coming to my house. لا I invite احمد to come لان what is the purpose behind هاد الانفيتيشن to come ماشي coming. حيت هنا ملي كتهضر بهاد الافعال راك انت باغي لواحد الحاجه اللي هي سبيسيفيك. نرجعوا لديك الحاله اللي قلنا. اذا ما يمكنش نقول هنايا excellent for example جيران. اصلا راه command عندك تما قدام قد الخلام ما يمكنش يتبعها كيف ما قلنا جيران، لان جيران كيكون واحد الصيغه اللي هي عامه general. ولكن الانفينيتيف في واحد الحاله اللي هي سبيسيفيك تبدا تقرا هذا الشيء وكتحس به وتاتشي غادي يجيك ساهل وغتعمق فيه غيولي عندك بسيط بحال تشرب الماء. ولكن اللي كيهمنا دابا هو نحفظوا القاعده. اذا اصدقائي ندوزوا للحاله المواليه خليكم معايا اللي هي الحاله الرابعه after certain adjectives. كيف ما كنا شفنا في الديفينيشن كيجي من بعد يعني من بعد بعض الادجكتيفز اللي هي الصفات. هنا عندنا she was happy to help. هنا where is the adjective هي happy. اذا ما يمكنش نقول هنا she was happy helping كتكون general. حتى الجيران ديما خذوا general هنا specific يعني she was happy for what علاش to help علاش هي كانت سعيده to do something يعني صبعك يكون غادي هكا specific. Why are you happy? I'm happy for example to help for example. أنا سعيد لأنني غادي نساعد كل غنساعد الأم ديالي. Example. هاد adjectives كيف ما كتشوفوا afraid, astonished, shocked, sad, really, glad يعني happy, amazed, anxious, lucky, surprised, happy كيف ما شفنا في الإكزامبل, sorry, pleased, etc. يعني كاينين أخرين. وبالبراكتيس غتعقل عليهم. دائما تلقى هاد adjectives غادي دير excellent infinitive. دابا اصدقائي غادي نشوفوا after the following structures. عندنا بعض structures اللي كيمشيو بهذه الطريقه هذه يعني كيكون عندك الادجكتيف زائد هاد الكلمه اللي كتكون على شكل preposition كتمشي بهذا النوع هذا. عندنا اولا قبل ما غنشوفوا الاكزامبل اللي هو it was kind of her to call. اذا هنا عندنا في الاكزامبل kind of باش نفهموا اكثر غادي نمشيو نشوفوا هذوك الستراكشرز. اذا عندنا generous good kind يعني kind nice polite stupid plus of difficult easy hard essential possible exciting fun important necessary usual ولا نقدروا نقولوا ديك ان بمعنى
not اللي هو البريفكس قبل plus for يعني difficult for something to do something. الاكزامبل كيف ما قلنا it was kind of her to call. هاد الحاله هادي بحال الحاله ديال excellence plus someone كيكون عندك جيمند، ولكن هنا اللي خلانا نديرو هنا اللي خلانا نديرو هنايا kind of her to call لانه عندي هذيك الستراكشر اللي هي kind of وعندي someone. اذا يمكنش نقول it was kind of her calling. It was kind of her to call. لأن هذه كتمشي بهذا الإكسبريشن حيت عندك الأدجكتيف بلس هاد أف اللي كتكون بريبوزيشن زائد هذاك سامون كيف ما قلنا في هذه الحالة هذه. أولا مثلا خدينا It is necessary for نتعقل غير على هاد الإكسبريشن هاد الستراكشر اللي كتمشي هكا. It is necessary for him to have rest. يعني خصو ياخذ واحد الوقت فاش يرتاح. اذا انت منين تلقى خويا اختي هاد الاكسبريشنز ولا هاد الستراكشرز اللي كيكون هاد الادجكتيفز ولا الكلمات بلاس اوف ولا فور اللي عندهم من الدور اوف ولا فور بريبوزيشن غادي ندير بطبيعه الحال اكسلنت انفينيتيف. اذا اصدقائي الحاله المواليه نمبر 6 تو اكسبريس بيربس. ملي تنقولو بيربس اكسلنت هو الهدف ولا الايم يعني شنو هو الهدف مور داكشي اللي باغي يدير ولا اللي باغي يدير هو. إلا خدينا ليكزامبل هنا ركزوا معايا مزيان باش نفهموا. شي وينت يعني الباس ديال الفيرب تو جو اللي هو وينت ايرجل فيرب تو ذا بوست اوفيس تو كولكت هير بارسل. بالنسبه لهاد بارسل هنا كتعني بزاف ديال الحوايج على حسب الكونتكست. ممكن تعني قطعه ديال الارض يعني مثلا شي حزمه رزمه. المهم اللي كيهمنا باكيج تراك. المهم اللي كيهمنا هنا هو تو كولكت. إلا قلت لي مثلا انت نقول لك وير از My friend Asma. تقول لي she went to the post office. نقول لك why. ما تقولش لي collecting. To collect. إذن what is the purpose behind excellent going. شنو هو الهدف مورا داك المشي ديالها. To collect her parcel. إذن دائما منين يكون عندك الaim ولا كنقولوا يعني الهدف purpose كنديرو excellent infinitive يعني in order to. هذا هو المعنى. وهذه هي الاكزامبل اللي غناخذو in order to ونقولوا he left early. Why? In order to catch the train. إذا شنو هو الهدف أنه يقوم بكري؟ برافو عليك. In order to catch the train. Why are you following me? علاش راك كتبعني؟ In order to learn. يعني تقول لي in order to learn. يعني الهدف أنك كتبع معايا. In order to learn. باش أنك تعلم. هذا هو purpose behind following me. دائما كتسول بهذه الطريقة. اللي في واحد النوع من الذكاء في الكواليس بمعنى مع راسك. خدم ليا مع راسك. اصدقائي هنا غنكون انا ساليت. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس يعني بشكل مبسط. Thanks for watching my friends. See you next time ان شاء الله and goodbye.